الله الرحمن الرحيم. اليوم لفت انتباهي، عندي اخي بما اني ممثل رابطه مع مين تمثيل العقود في محافظه البصره، اجاني احد الكوادر التربويه في محافظه البصره الاستاذ اسعد، احد معلميه في ناحيه عز الدين سليم الهوير، وهذا حاله، يعني هذا حال التربوي. اسرع اشرح لكم القصه يعني واحطها بين ايديكم، وجميع اعلامي ومثقف خلي توصل له هاي الصوره. شنو انت استاذ اسعد؟ انا معلم عقد صار لي 6 سنوات، من ادين من خريج ادين. انا خريج وصار لي 6 سنوات اداوم عقد، وهم يدرون كل زين بالرواتب تصرف كل 5 اشهر مرات بالمباراة. زين انت هسه بعد ما يعني ماكو راتب بديت تشتغل، شنو شفت تشتغل؟ هسه اشوفك مدمر وشوفك مبهدل، ليش؟ نقل الطحين من الوكلاء للناس، اروح انقل من الوكلاء من الناس، بس اللي يهضمني يطلعوا لي اللي يعطوني الاجر مالي الطلاب اللي ادرس. يعني هسه انت تشتغل بسدود وانت مدرس معلم في تربيه البصره بصفه عقد. زين مو صار بيها المحافظ مصدر بيكم قرار تعيين؟ المحافظ صدر قرار تعيين، نعم، اكثر من امر اداري بتثبيت من هاي الدرجات ال 2000 اللي اجت ال 2000 درجه وظيفه.